اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه عدد ما في علم الله، صلاةً دائمةً بدوام ملك الله. اشتملت سورة الكهف على أربع قصص، هي قصة أصحاب الكهف والرقيم، وقصة صاحب الجنتين، وقصة سيدنا موسى مع سيدنا الخضر عليهما السلام، وقصة ذي القرنين. وتدور كل هذه القصص حول العلاقة بين عالم الغيب وعالم الأسباب، أو بين الإيمان والمادية. فالحق سبحانه وتعالى هو مسبب الأسباب، ولا يمكن للسبب أن يتخطى الحدود التي رسمت له، ولكن السبب ليس قيداً على قدرة الله المطلقة. فالأسباب قد أوجدها الله لحكمة، كما أن إبطالها يكون له حكمة. أخذ دين التوحيد ينتشر تدريجياً بين الناس، الأمر الذي أزعج حكام هذه البلاد، ولم يطيقوا تراجع عبادة الأصنام أمام انتشار دين التوحيد، فعمدوا إلى التصدي لأتباع هذا الدين وإيذائهم وتعذيبهم. ورغم وحشيتهم فقد فشلوا في الحيلولة دون انتشار هذا الدين الجديد. لا أدري كيف يعبد هؤلاء الحمقى إلهاً لا يرونه ويضحون بأنفسهم من أجله. لا تزعج نفسك يا سيدي، فهو حتى لا يستطيع الدفاع عنهم أو رفع الأذى، إنه إله ضعيف. كيف يعبد الإنسان إلهاً لا يعرف شكله ولا يعلم أذكر هو أم أنثى، ولا يستطيع صنع تمثال له؟ ها؟ أجبوني، كيف؟ لو كان إلهاً قوياً لما كان أتباعه بهذا الضعف والذل، فمن يتبعون هذا الدين هم أراذل الناس وعبيدهم. انظروا إلى عظمة وهيبة إلهنا، الإله القوي الجبار. أيها الكاهن الأكبر، أمرك يا مولاي. عليك بإعمار جميع المعابد، أنشئ معابد جديدة، وانصب تمثالاً لكل إله، كي يرى الإمبراطور الأعظم حين يأتي ويحضر احتفالنا كيف أننا نوقر ونعظم آلهتنا ونشيد لها أفخم المعابد. إننا نعمل على ذلك وفرضنا المزيد من الضرائب. ضعفوا الضرائب على الناس ولا تأخذكم بهم رحمة، ومن لا يستطيع الدفع يتم تسخيره في التشييد والبناء. لا أريد أن أسمع أعذاراً. ماذا بك يا زوجي؟ أراك شارد الفكر. يشغلني أمر ولدي مارتينيوس. كثرت الشكوى منه. ممن؟ ذكر لي الكاهن الأكبر أنه لم يعد يذهب إلى المعبد ولا يوقر الآلهة. لا تشغل بالك يا زوجي العزيز، إنه ما زال في مقتبل العمر. إنه يسبب لي الكثير من الحرج، ولا أريد أن يتسرب أي شيء للإمبراطور حين يأتي، فجواسيسه في كل مكان. جواسيس؟ هنا داخل القصر؟ داخل القصر وخارجه، في كل مكان. إنه يغيب دائما عن ناظري ولا أعلم أين هو.
حديثك الليلة غريب يا مارتينيوس. إن ضوء القمر المنعكس على وجهك الملائكي جعلني أحلق في جمالك، فيكون مني هذا الحديث. ألا تبالغ قليلا يا حبيبي؟ أحسست أني أرى ملكا من ملائكة السماء. مارتينيوس، تذكر كثيرا كلمة ملائكة وتشبهني بالملاك، ورغم أن وقع الكلمة جميل على أذني، إلا أني لا أعرف معناها. الملائكة يا جميلتي مخلوقات نورانية، أسمى وألطف من مخلوقات الأرض، تسكن السماء بين النجوم والكواكب. تعني أنها تعيش مع الآلهة؟ أي آلهة تقصدين؟ إنه إله واحد فقط، خلقنا جميعا وخلق الكون كله. هذا الكلام يردده أتباع الدين الجديد. وهل يزعجك هذا الأمر؟ إنني فقط أخشى عليك يا حبيبي. وددت لو تؤمنين أنت أيضا بهذا الدين يا حبيبتي. ها؟ لماذا؟ حتى نتزوج. نتزوج؟ أجل، أنا مستعدة لفعل أي شيء كي نكون دائما معا. أحقا يا حبيبتي؟ حقا يا مارتينيوس. أبي قادم، أبي قادم. إلى اللقاء يا مارتينيوس، إلى اللقاء. أبي. مارتينيوس، أين كنت؟ أتجول في المدينة يا أبي، وأتفقد أحوالها. حقا؟ لماذا تغيبت عن اجتماع الأمس؟ هل كنت تتفقد أحوال المدينة أيضا؟ ماذا تريد أن تقول يا أبي؟ اشتكى لي كبير الكهنة من أنك لم تعد تذهب للمعبد، وأنك لا تنحني أمام الإله الأكبر حين تمر به. لقد سئمت هؤلاء الكهنة، ماذا يريدون مني؟ يجب ألا يشوب سلوكك أي شائبة، فأنا أعدك لمنصب كبير، وسيأتي يوم تخلفني فيه في الحكم. سيكون أول شيء أفعله هو التخلص من هؤلاء العاطلين. هل جننت؟ إن سلطاننا وسطوتنا لا تأتي إلا في وجود كهنة المعبد وسدنته. في وجودهم ضمان لاستمرار سلطاننا. إنهم لا يفعلون شيئاً سوى جمع الذهب والفضة. إذن ما قيل لي صحيح. وما ذاك يا أبي؟ أنك تخالط هؤلاء المارقين الخونة. أنا لا أدري عما تتحدث. أبي، هل تتهمني بالخيانة؟ سنرى إن كان ما قيل صحيح أم لا. أي آلهة غليظة تلك التي يعبدونها وترضى عن قتل الإنسان لأخيه الإنسان؟ الإله الحق لا يرضى بالظلم والقتل. كأن العالم قد أصيب بالعمى. إلى متى سنظل صامتين على ما يحدث يا ماكسيميليان؟ لا نملك إلا الصبر، ولكن على أي الأحوال فإن مقامنا في هذه البلاد لن يطول. ماذا يدور برأسك يا ماكسيميليان؟ قريبا سأطلعك على ما أفكر فيه.